خلصنا مع بعض إيداتي بيرسونالي أو البيانات الشخصية، خلونا دلوقتي نروح على أيام الأسبوع، ودي كمان مهمة، أو الجورني ديلا سيتيمانا، ودي مهمة كمان جدا. الجورني ديلا سيتيمانا أيام الأسبوع. الأسبوع في إيطاليا بيبدأ من يوم الاثنين، أو في أوروبا عموما بيبدأ من يوم الاثنين، لأن الويك إند بيبقى عندنا يوم السبت ويوم الحد. تمام، خلينا نقول على السريع أيام الأسبوع: لونيدي يعني الاثنين، لونيدي، مارتيدي يعني الثلاثاء، ميركوليدي الأربع، جوفيدي الخميس، فينيردي الجمعة، سابتو يوم السبت، دومينيكا يوم الحد. بعد ما قلنا أيام الأسبوع، خلونا كمان نتعلم مع بعض شهور السنة. شهور السنة شبيهة شوية بالكلام العربي وبأسماء الشهور بالعربي، خلونا نتعلمهم مع بعض. اي ميزي ديلانو، شهور السنة: جينايو يناير، فبرايو فبراير، مارسو مارس، aprile april, maggio mayo, giugno junio o junia, luglio julio, agosto agostos, settembre يعني سبتمبر، اكتوبر اكتوبر، نوفمبر نوفمبر، ديسمبر ديسمبر. نقولهم مع بعض من غير فواصل: جينايو فبرايو مارسو aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, ottobre, novembre, dicembre. دلوقتي بعد ما درسنا أيام الأسبوع وكمان أسماء شهور السنة، لازم إن إحنا ندرس كمان فصول السنة. Le stagioni dell'anno، فصول السنة. L'inverno يعني الشتاء أو الشتاء. L'autunno يعني الخريف. La primavera يعني الربيع. L'estate يعني الصيف. خلينا نقولهم مع بعض: Le stagioni dell'anno. L'inverno. L'autunno. La primavera, l'estate. أتمنى إنكم تكونوا في الفاصل اللي أنا سبته لكم تكونوا كررتوا معايا الكلمة اللي إحنا قلناها.
من الحاجات المهمة والأساسية في اللغة الإيطالية هو تعلم الأرقام. الأرقام ليه مهمة؟ لأن هي اللي هنقول بيها رقم التليفون، هنملي رقم التليفون بالأرقام، هناخد رقم تليفون الناس بالأرقام، هندفع في السوبر ماركت بالأرقام أو السوبر ميركاتو بالأرقام اللي هي الفلوس اللي احنا في الآخر هنترجمها لرقم، صح ولا غلط؟ كمان هنعبر عن حاجات كتير بالأرقام. رقم بيتي هو محتاج الرقم ان انا انطقه صح، ان انا اقرأ صح. فخليكم معانا دلوقتي علشان هنتعلم مع بعض النومري او الأرقام. الأرقام بالإيطالي او النومري: uno، واحد، due، اتنين، tre، تلاتة، quattro، أربعة، cinque، خمسة. ركزوا على cinque عشان ناس كتير بتغلط فيها، عشان الحبايب تاني cinque، خمسة. sei، ستة. خلي بالكو سي يعني بالعربي ستة، لكن في ستة، ستة مش ستة، ستة يعني سبعة. اوتو، تمانية. نوفي، تسعة. ديتشي، عشرة. تمام؟ يبقى كده اتعلمنا مع بعض الأرقام من واحد لعشرة. هنعيدهم تاني مع بعض: uno، due، tre، quattro، cinque، sei، sette، otto، nove، dieci. خلي بالكم برضو من nove عشان الناس كتير بتقولها nova. nove، dieci. العشر ارقام الاولانيين اللي احنا اتعلمناهم دلوقتي مع بعض هيفيدوكوا في انكم تملوا رقم تليفون وهكذا. دلوقتي هنتعلم من عشرة او من حداشر تحديدا لعشرين: undici، حداشر، dodici، اتناشر، tredici، تلتاشر، quattordici، اربعتاشر، quindici، خمستاشر، sedici، ستاشر، diciassette. خلي بالكو قلبنا diciassette، سبعتاشر، diciotto، تمنتاشر، diciannove، تسعتاشر، venti، عشرين. هنقولهم تاني مع بعض: undici، dodici، tredici، quattordici، quindici، sedici، diciassette، diciotto، diciannove، venti. أتمنى أنكم تكونوا كررتوا معايا الأرقام دي. بعد ما تعلمنا مع بعض الأرقام من واحد لحد عشرين، دلوقتي هنتعلم بطريقة سهلة بسيطة ان احنا نعد لحد مليار. مليار، والله العظيم لحد مليار بطريقة سهلة. اكيد الفيديو مش هيطول لحد ما نخلص للمليار عد، ولكن بطريقة سهلة بسيطة هتتعلموها، و يعني بمنتهى البساطة هتعرفوا تعدوا زي ما قلت لكم لحد مليار.
بعد ما بنوصل للعد لحد رقم 20 او 20، تمام، بنبدأ ان احنا عايزين نقول 21، هنقول 21 22 23 24 وهكذا لحد اما نوصل لحد 30. فاحنا من الاخر هنشتغل على 30 40. عارفين اللعبة بتاع 10 20 30 40 50 60؟ احنا هنعملها دلوقتي وهتعرفوا انكم تركبوا عليها الايه، هتبقى بقى 31 32 زي ما احنا علمناكم. سهلة جدا، بتكملوا تقولي 31 وهكذا. المهم 20 30 30 يعني 30 30، 40 40، 50 50، 60 60، 70 70، افتكروا 60 60 70، 80 80، 90 90، وبعدين 100 يعني 100. تمام، بنفكر تاني، عاوزين نقول 21 21 22، عايزين نقول 30 30، عايزين نقول 32 32، وهكذا لحد ما بنوصل لحد 39 ونقوم قايلين 40. خلاص هنعد دلوقتي مع بعض الارقام من 20 ل100، بس الارقام الاساسية. 20 30 40 50 60 70 80 90. اتمنى انكم تكونوا قررتوا ورانا الارقام. طيب عاوزين نقول 101، تشنتونو تشنتونو يعني 101. عايزين نقول 110، تشنتو دييتشي تشنتو دييتشي 110. عاوزين نقول 200، دوي تشنتو يعني 200. 300 400 يعني 400. خلاص 500 500، 600 600، 700 700، 800 800. يعني مجرد بتجيب الرقم او بتجيب الرقم المفرد الاولاني وجنبه 100 بيبقى 800، بيبقى عايزين نقول 900 اللي هو 900. وبعدين نوصل، بعد ما وصلنا لنوفيتشينتو بنوصل كده بعدها لميلي. ميلي يعني ألف، فألف يعني ميلي. عايزين بقى دلوقتي نعد 1001 1002 وكده. بعد ما وصلنا لميلي اللي هو ألف، عاوزين نعد 1001 1002. ميلي أونو ميلي دو ميلي تري وهكذا. طب عاوزين نقول 2000، دو ميلا. خلاص دو ميلا يعني 2000 مش ميلي، خلي بالكوا في طريقة الكتابة وطريقة النطق. تري ميلا 3000، كواترو ميلا تشينكو ميلا لحد ما نوصل لحد 10000، ديتش ميلا برضو. تمام خلصنا. عايزين نقول كمان 100000، تشينتو ميلا، كله نفس الطريقة تشينتو ميلا. تمام بعد ما وصلنا لتشينتو ميلا اللي هو 100000، عايزين نقول مليون، اون مليوني. طيب عاوزين نقول مليار، اون ملياردو اون ملياردو اون مليوني. خلاص
ربنا يوعدنا كلنا بأم ملياردو ولا أم مليوني، على حسب المهم إن احنا نعرف، لو جالنا نعرف نعده كويس.